مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا، تفضل فوت. وينك؟ هاي وصل الضيف، تعرفيه؟ اسمه ياش. ايه ياش، صح نسيت. ياش تفضل. أهلا وسهلا، تفضل. كيف الصحة؟ منيحة. تفضل. شكرا. طيب عمو، خالته، ليش طلبتوا مني اجي لهون؟ ما في مناسبة، انت اقنعت مديرك يفتح روضة بالمكتب اللي بتشتغلوا فيه، لهيك نحن حبينا انه نعزمك على بيتنا بس منشان نتشكرك. ما في داعي خالته، بصراحة انا ما عملت شي غير واجبي، يعني في اهالي كتار مثل نيها بيعانوا من نفس المشكلة، انا بس فتحت الموضوع مع المدير، وطبعا هو وافق على المشروع وكتير حب الفكرة ونفذها فورا، ولهيك عملوا هاي الروضة. يعني الفضل بالنهاية للمدير. بس يا ياش، المدير ما عرف المشكلة لبعد ما أنت نبهته عليها، ما هيك؟ يعني بتستاهل نشكرك كمان. خالته؟ يعني أنت عازمة حدا تاني غيري؟ لا، ما عزمنا حدا، ما خبرنا حدا غيرك. معناتها هلأ شكله جاي لعندكم ضيوف، ما هيك؟ لا، شو اللي عم تقوله؟ هي معنا ضيفي أبدا، نيها واحدة مننا. فوتي يا بنتي. لا خالته، لو سمحتي اهتمي بضيفك، أنا بجي لعندكم بس يروح. بشوفكم بعدين. استني. ليش هيك عم يتصرف؟ يعني إذا هو تعرف على عمه وخالته بفضلي أنا، وهلأ عم يقول عني إني ضيفة، بيصير هيك يقول؟ أنا رح ورجيه بالمكتب، رح خليه يندم. بس كان لازم أعزمه أنا كمان مثل ما عملوا جيراني، أنا كان لازم أتشكره إله لأنه هو ساعدني ووقف جنبي. كيف راحت عن بالي؟ ليش عم تعذب لنا بنتنا يا ياش؟ عم بعمل فيها مقلب، واوعيك تفكري انه هي بريئه، تعمل فيني اكثر من هيك، يعني الرفقات بيعملوا ببعضهم مقالب. صحيح، خليكن عم تمزحوا مع بعض وانبسطوا وضلوا فرحانين على طول. ياش، انت ما عندك فكره عن الهم يلي شلته عن كتافنا والراحه يلي حسينا فيها هلا. نحنا كنا آكلين همباري كتير شو بده يصير فيها لما بدنا ننتقل عالضيعة، بس هلأ بعد ما صار في روضة عندكم بالمكتب ما عاد آكلين همّة بالمرة.